أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. نبدأ بملف التظاهرات في العاصمة بغداد، حيث انطلقت تظاهرات كبيرة لقراء المقاييس وأصحاب العقود في وزارة الكهرباء مطالبين بحقوقهم وتثبيتهم، حيث انطلقت هذه التظاهرات وطالبوا بتثبيتهم على ملاك الوزارة. انطلقت المظاهرة من منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد وتوجهت باتجاه مداخل المنطقة الخضراء، وصل المتظاهرون قرب مبنى البرلمان. دعونا نتابع جانبا من هذه التظاهرات في المقطع التالي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. حركوا المتظاهرين. مع هذا الملف، حيث قامت قوات مكافحة الشغب بالتصدي للمتظاهرين واعتدوا عليهم بالضرب لمنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان، رغم أن التظاهرات كانت سلمية ورغم تأكيد المتظاهرين بأن تظاهراتهم سلمية للمطالبة فقط بحقوقهم، إلا أنهم جوبهوا بالضرب من قبل قوات مكافحة الشغب مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. دعونا نتابع هذا المقطع. سلمية جاي كله سلمية يضرب لي، جاي كله سلمية يرجع يضرب لي، يقول لي ارجع. والله بعد اقتراب المتظاهرين من المنطقة الخضراء ومن مبنى البرلمان، سارع موظفو البرلمان والنواب إلى الهروب خوفا من اقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس النواب. انتقد عراقيون تصرف النواب بعد هروبهم بدلا من الوقوف على معاناة العراقيين وتلبية مطالبهم. دعونا نتابع هذه الصور. بس مو ذاك اي شيء بالضبط من هاي الجهه مسؤوله اي فارهاب على اساس ان هم يم السياج الخارجي لل شو اسمه هو مو صحيح، ماكو يم السياج الخارجي والمتظاهرين بعيدين كل البعد، يعني مو يم المجلس نهائيا. الامر يطلب من خطوره؟ لا والله ما يطلب من خطوره. ومن تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع نقرأ بعض التعليقات على منصة فيسبوك. داود التميمي علق وقال: هذا يدل على جبنهم وعدم قدرتهم على مواجهة الشعب وجها لوجه. أما حيدر فقال: لو كان عندهم ذرة إخلاص الشعب هم ما كان طلعوا وعافوا عملهم. طلال قال: أعطوا حقوق الشعب المظلوم خير لكم من انفجار بركان الجياع. أبو سامر العامري علق وقال: ممثلو الشعب اللي حسب ادعائهم
انتخبهم الشعب يشردون أي يهربون من الشعب، يتساءل لماذا يهربون؟ نعم، معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد. أبو عمر، يعني خرجت تظاهرات سلمية لقراء المقاييس ولأصحاب العقود في وزارة الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وجهوا أو قوبلوا بالضرب من قبل قوات مكافحة الشغب، وكذلك يعني كما نشر عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وثقوا هروب نواب وموظفي مجلس النواب خوفا من اقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس النواب. ما هو رأيك؟ مرحبا بك. تحياتي لك استاذ عمر والاستاذ القناة الرابعة والاستاذ المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بك. يعني استاذ عمر، بالنسبة يعني احنا التظاهرات اللي بغداد او تكون بالحفاظات او طلبة عندنا او العقود المثبتة عقود الكهرباء، هذه كلها استاذ يعني احنا نعرف بان العراق كل الحكومات المتعاقبة ما سوت شيء للعراقيين، ولا قدمت ولا انتجت ولا بنت ولا طورت الشعب العراقي. فكل هاي الامور اللي قاعد يصير من عندنا بالعراق وقمع المتظاهرين وعدم قدره الحكومه في مطالب المتظاهرين في اي كان من نوعيه التظاهر، هذا يدل على انه فساد الحكومه وعدم قدرتها يعني من اجل ان يقدم للمتظاهرين او للشعب العراقي المستطاع من عندهم بجهد كان ان ينالوا هذه يعني المجال الأخيرة لرضاهم، فما يقدرون يقدمون أي رضا للشعب العراقي لأن 13 سنة ما قدموا شيء، فهذا يدل على فشلهم بإدارة الحكومة وإدارة البلد بأكمله من 13. فإحنا الحكومة اللي قاعد نشوف بها قمع المتظاهرين أو عدم إرضاء يعني هاي الطبقة اللي إذا كانت خريجين وإذا كانت أي طبقة من هاي الطبقات اللي شبابنا بيطلعون من عندهم، فماكو عندهم أي يعني نقدر نقول تقدم من الحكومة أو أي زين. ليش 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 النواب ليش النواب أبو عمر ضربهم بالهروات ليش النواب انهزموا من البرلمان؟ هم والموظفين أبو عمر استاذ، هم يعني احنا قلت لك كل الشرائح اللي جاي تطلب طلباته ما يقدرون يسوون شيء لانه هاي الحكومه استاذ بنت على شكل طائفي وبنت على محافظه يعني ما تقدم شيء لشعبه، وقلت انه هذا الشعب يعني بالزيارات ثلاث سنه يعني يصير عندهم خريجين يصير عندهم يعني تخدم البلد، فما تقدر تواجههم اي صوره سلميه تواجه يعني قمعيه وصوره يعني غير جيده. فممكن انه بعد هاي الحكومه انه يمرد من عندها قد شيء انه يراضي الشعب العراقي، سوى اخراج هاي الحكومه وتغيير هاي الحكومه لانه ما له ولاء لوطنها، ما له ولاء للشعب يا استاذ عمر، واحنا نعرف كل زين كل هاي الحكومات اللي هي ضد الشعب العراقي. ما ممكن ان يفرح الشعب العراقي وتقدم له اي شيء كان لانه هاي الحكومه حكومه حزبيه ومجموعه سلطات من الاحزاب وما لهم ولا هم الوطن ولا الشعب هم. فالولاء كل هالدول الايران جوله على مود يفيدون ايران على مود يفيدون يعني مدى سيادهم الجوي اللي حصل بالدبابات مع الامريكان، فهذا الشيء باعث انه ما ممكن انه يقدر يبقى بقاء على هذه يعني الظروف. نعم، شكرا لك ابو عمر من بغداد. معنا ناصر. ناصر، شاهدت مقاطع اللي عرضناها قبل قليل حول مطالبات من قبل موظفي العقود في وزارة الكهرباء بتثبيتهم واعتداء قوات مكافحة الشغب وهروب كما تداول العراقيون وقالوا على منصات التواصل الاجتماعي، قالوا بأن النواب وبأن الموظفين هربوا من مبنى مجلس النواب. تفضل ناصر. مرحبا استاذ عمر. اهلا وسهلا بك. يا هلا بك استاذ عمر. اليوم انا كنت حاضر للمظاهره اللي صارت قدام جامع البيت البنيه استاذ نمار. مظاهره كلش ضخمه. عيني وانا حاضر. نعم. مظاهره كلش ضخمه. ذولا يطالبون بحقوقهم. احنا مع والله لو تشوف اليوم استاذ عمر لو انت حاضر وتشوف الشمس شمس حاره كلش. نعم. وهم جو المجسر ما يحتوي. نعم. يعني كان يفترض انه الدوله ترحمهم لاسلوبهم.
يعني اسلوب شمس شمس قاعدين. احنا مع الاسف نتاثر لان احنا عراقيين نعرف الموازنه جيد. نعم. وين تروح؟ منافذها للفساد المالي. يعني مخها ما ينتهي للعراقي يستفاد منها ويكسي نفسه ويعيش نفسه وعائلته تروح على ملذات خاصه لبعض المسؤولين. نعم. احنا والله العظيم كشعب عراقي نتضامن ويا هذول الاخوان المتظاهرين. نتضامن ليش؟ لان هو عراقي وين يروح؟ فاضافه الى هذا يعني مظهر الموظفين اللي داخل مجلس النواب. نعم. كان مخهم ما انهم يلتجئون الى غير مكان، يلتجئون للمتظاهرين على الاقل يمتصون النقمه مال الغضب اللي عندهم. لكن اللي حدث هم من الحق، هم من الهزمه ما يردون يحقوا الحق لان هم يعرفون دمس بيسرقون اموال هؤلاء. احنا مع الاسف استاذ عمر بالحكومه العراقيه خطيه الفقير يكون مظلوم لان ما له غطاء، الغطاء من تجي من الميليشيات، اضافه الى انه الميليشيات سوت ذول اللي متعينهم على ذول مو جهاز حكومه، انت قدام ناس هذا قتله يضربون المتظاهر هذا البريء السلمي اللي جاي انه فقط حلم شيء او كلام مطالبه. لا إجابة من قبل قوات مكافحة الإرهاب أو مكافحة الشباب بالقوة. يعني هذا الشاب اللي قدامنا والله تأثرت عليه بالله العظيم. رغم أنه اليوم أنا حاضر هناك لأن طريقي صار من يم العلاوي بالمئات، لا ما أقول لك الألوف أستاذ عمر. نعم. زين أخي ناصر، يعني العراقي قرأنا بعض التعليقات على يعني منصات التواصل الاجتماعي، قالوا غير المفروض النواب يوقفون مع الشعب اللي ادعوا بأن الشعب هو انتخبهم لو ينهزمون. نعم. أستاذ عمر تجد كلها انهزموا انهزموا عرفوا مقر العمل اللي مكان إنهم يطرحون فيه مشاكل دول العراقيين، وإذا انهزموا هم ما يبدون يسمعون هاي الأصوات ولا يبدون يعانون، لأن يعرفون إنه دول ضد المصالح الشخصية عندهم، دول طالعين يطالبون بالحقوق. فالنائب يقول لك انا بدي اترك حقوقهم، دول طالعين ضدي. فهو يتصور انه ظهور هؤلاء المتظاهرين ضد المصالح الشخصيه للنائب. فاحنا مع الاسف نتمنى من المسؤولين السياسيين ورجال الدين اللي موقفهم كرم السامع قبيح من هاي الاعلام، يعني هذا محسوب عليك بدي انسان ديني من عندك وبيك، شلون تستخدم الحسد وياه؟ ليش هو مسيء تاريخ؟ لا، هو انسان يطالب بحقه الشرعي والقانوني، لكن مع الاسف موقف رجال السياسه ورجال الدين موقف لا شرع كل الاسف. نعم. نتمنى ان شاء الله استاذ عمر. نعم. انه الحكومه يصير عندها نهضه بالضنيط، نهضه بالضنيط في معالجه هؤلاء امورهم. نعم. المال فقط. وشكرا استاذ عمر. شكرا لك ناصر من العاصمه بغداد كان معنا. دعونا نذهب الى ملف اخر، والى ملف الجريمه في العراق، جريمه سطو مسلح على مكتب صيرفه في سوق العماره الكبير في محافظه ميسان. سجلت كاميرا مراقبه عمليه سطو مسلح على مكتب صيرفه من قبل مسلحين في الوقت الذي يتم تسجيل ارتفاع الجريمه وانتشار المخدرات وعمليات السطو والتسريب في محافظات العراق. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. المحل حقهم بسوق العمارة بسوق المزبوح عمل سطو الساعة 12 الظهر. هاي العملية السطو تاريخ 7/6/2022 بالعمارة، والحمد لله على سلامة الوالد. هذا دول مجرمين فيهم اللي تعرف عليهم. تو صغير دار وتكفى حظي. شو الزلمة عنده معود؟ شو الزلمة فيها مسلحين؟ هذا اي اطق بوكس وكوما والله. تخضع مني حظي. هاي دول السطور المسلح بسوق العمارة الكبير. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. أمل علقت وقالت، أمل عمر تقول بيهم خير، خلي يوفرون المي والكهرباء، خلي يعينون هالشباب، خلي يحلون أزمة الفقر. نذهب إلى تعليقات هذا الملف.
يقول ايش تترجى سامي، يقول ايش تترجى من بلد لا بعمل ولا اي شيء، كل سنه الاف الخريجين وبدون وظيفه وبدون مستقبل، بالاضافه للمخدرات، مالي الشارع ولا دوله اكو ولا قانون، الله يستر من الجاي. اما وسن فقالت الفقر يولد الجريمه، هذا ملخص الكلام، الناس ماتت جوع اضافه الى المخدرات تفقد العقل. داليا قالت الله يساعدكم عايشين بغابة تتساءل وين الشرطة. أما مارغريتا فقالت بلد عصابات وقطاع طرق يحكموها حرامية. نعم، معنا حسين من كربلاء. حسين، حسين من كربلاء، يبدو أننا فقدنا اتصال مع حسين من كربلاء كان معنا. نعم، نذهب إلى ملف آخر، ومن تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي يمكنكم أعزائي المشاهدين المشاركة في هذا البرنامج من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ومن خلال رسائلكم على الواتساب، رسائل قصيرة. نذهب إلى الواقع الصحي المتردي في العراق. في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، والذي تعاني بناها التحتية من إهمال كبير بسبب الفساد المستشري في المحافظة، كما يقول عراقيون من هناك، مراجعون ومرضى في مستشفى صلاح الدين العام في حي القادسية في تكريت يتفاجؤون بمئات الخفافيش قد شاركتهم ردهة الأطفال في المستشفى. هذا المقطع أثار الغضب والاستهجان من قبل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع جانبا مع الخفافيش. هذا طير الليل، خفاش، الخفاش باعتبار يسموه مستشفى العسكري أو بالأحرى مستشفى صلاح الدين العام اللي بالقادسية، يعني ما نعرف شو يقول. طبعا ردهة الأطفال هاي، يعني ردهة الأطفال هاي، هاي طير الليل بردها باعولة نبقى مع الواقع الصحي وفي محافظة صلاح الدين. مقطع آخر يظهر معاناة المرضى ومرافقيهم من جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى صلاح الدين العام، والوضع المزري للواقع الصحي في المحافظة، فلنتابع. نعم، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول الواقع الصحي وحول هذه الصور بالتحديد. نورس قال صارش كم مرة تنشرون؟ زين مدير صحة صلاح الدين ما يشوف المنشورات، ما يشوف التعليقات، يقول شنو من بشر هذا. يمامة تقول روح صور الإنعاش والحر والأوساخ، شنو ذنب المواطن المريض الفقير يدخل بهيش أماكن وفوقها ماكو علاج تروح تصرفه من برا من الصيدليات، من الصيدليات. محمود الباسم قال متقاسمين الحرامية ميزانية صلاح الدين مثل لعبة الشطرنج، بس يحاولون، يقول الله ينتقم من الحرامي اللي ما عنده غيره على محافظته. سليم علق وقال المقطع كافي لفضح فساد دائرة الصحة وما وصلنا إليه في ظل حكومة المحافظة العتيدة، والله مشكلة عزيز المواطن ما تشوفون جاي يتكاونون ودعاوى بيناتهم على المود يخدمون المحافظة، يقول متهكما. نعم، معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، عرضنا مقطعين، مقطع الخفافيش في مستشفى صلاح الدين العام في تكريت، ومقطع آخر من نفس المستشفى يبين انقطاع الكهرباء ومعاناة المرضى و المراجعين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ. اللي يجيلون هي دوائر، ناس فاشلين، ناس فاشلين، ناس حرامية، ناس سرقة. نعم. هذا من تجي تحكي وياي يقول لك أنا دكتور،
من تتجاوز عليه جدا تتجاوزت على موظف دولة القاضي راسل يصدر القبض عليك وتطلع أسواس وتطلع الدنيا خلع عليك يعني أنت أرهاق. لكن التجاوز بكل الأحوال غير مقبول أبو عبد الله، يعني التجاوز بكل الأحوال غير مقبول. أنا ما متجاوز بس أنا أقول لك التجاوز هو من يتجاوز مو أن لي غادي تبي ليش يتجاوز يتجاوز من ضيف قلبه يعني كأنه ملاك أنت يعني مو بشر يعني أنا مو بشر. أنا صار يعني عندي حالة عندي حالة الأخوي نعم ودينا للسليمانية أحسب من المستشفى صراحتي من المستشفى حكومي بالسليمانية أو لا تقوم عاوز الأربيل إذا ياخذ كروة أبو العتاحات كروسة مليون مليون يمكن ونص ومرد يقول لك الدنيا ما سفيش الفان يعني هاي دائرة ما صحة لين الصفيات اللي جاءت الصحة وين حتروح لين دائرة شكبر شعرب مولداتها ولا حصة من الجاز الجاز مالها وين حيروح نعم زين ابو عبد الله انت شفت المقطع انت شفت المقطع نعم شفت مقطع الخفافيش مستشفى صلاح الدين العام يعني يعني خلي 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 غير صغيره براسه مدير المستشفى يعني هاي مستشفى خلي يرجع عليها خلي يرجع عليها خلي تطيح عليها قبل 2003 نعم يعني من السنوات ما تطلع الاستطاعي من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل المسؤولية؟ هذه الخفافيش وهذه المعاناة. نعم. يعني من تجي تقيس هسه أكثر المرضى بالمستشفى العسكري يا المستشفى العسكري قبل. نعم. من تجي تكتب له علاج ماكو علاج بالمستشفى روح جيبه من برا. والصيدليات البرا كلها تعالهم. تبعد عن باب المستشفى يتجمسوا. المختبرات عايشه والله هاي احنا ما عندنا بالمستشفى هذا الدواء ما عندنا بالمستشفى ليش عندك بالمستشفى هذا نعم شو فتح انت وقف اروح ابوك زين والمدير هو من عدام او هو دكتور من عدام انت ايش تحكي رايك شو ياك معلق العياده ما تجي ما من القلوب هذا هو وين نعم برا حمن بتعود والمستشفى ماكو كودر ما دولة اسمه ويا المريض معلق ما في شيء وسموه الرحمة لو صاروا ملائكة النقمة ملائكة النقمة لو صاروا عشان نعم وما حد حاسبهم ولقوا ما حد حاسبهم حتى انت في الطيب كل دوائر الدولة من عيال الخدمة وحقيقة كلهم فاسدين نعم شكرا لك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا عاود الاتصال حسين من كربلاء اهلا بك حسين تفضل اخي حسين السلام عليكم وعليكم بقى. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أخويا هذه القوات الإرهابية هذه خدمة الاحتلال الغاشم اللي اعتدت على المتظاهرين سابقا وحاليا هذول كلهم هم عبيد هذول هم خدام الاحتلال هذول كلهم اللي جاءوا تحت البصال الأمريكي وغيرهم تحت البصال الإيراني هذول كلهم عبيد هذول نعم. الله وكلك فشل الدفاع إلى قادة الجيش مكافحة الإرهاب إلى قوات رد السريع ذولا كلهم عبيد ودرعين زين ليش انهزموا؟ ليش النواب انهزموا حسين؟ يقدموه على العراق أو كلك ما يخلون كل شيء لما يحتدوا عليه حسين والله بالنحن بالسرقات ما يخلون كل شيء والله غير الميليشيات ال حسين الإيرانية حسين تسمعني؟ وعلى رأسها الشرائع حسين اللي هم لا يقلون عن بقية الميليشيات الإرهابية لا هذول عبيد إيراني دخلهم تحت البصال الإيراني كلهم عبيد ذولا الله وكله هذول وجودهم بالعراق ليدموها للعراق مو يبنوها للعراق بل يفجونها الله وكله ومن يخدمهم إما يقوم بالقاتلة هذه من يخدم هذه الميليشيات هذه العبيد. نعم حسين من كربلاء كان معنا شكرا لك نذهب إلى ملف آخر أعزائي المشاهدين من ملفات هذا اليوم انتشر قبل أيام مقطع لمهوال من أهالي قضاء المشخاب بمحافظة النجف ينتقد فيه الواقع المزري للقضاء مما
يواجهه من شح للمياه، وقال شعرا بحق النظام السابق على اعتبار أن في ذلك الزمن لم تشهد هذه المناطق أزمة مياه، لكن عناصر من الأمن الوطني قامت باعتقال المهوالين اليوم بتهمة تمجيد البعث والنظام السابق، وهو ما جعل عراقيون يتساءلون أليس كان من الأولى أن يلبوا مطالبهم ويوفروا المياه لهم بدلا من أن يتم اعتقالهم، وتساءلوا عن الديمقراطية وعن حرية التعبير التي يتحدثون بها منذ العام 2003 ولغاية الآن. دعونا نتابع هذا المقطع. تحسر على النظام الراح أبد ما يوم سد على الشعب بيبانه وبعد داي جاب الماء بالقوة من طرح شباب تحركوا والمتظاهرين نعم. طبعا تم اعتقالهم في هذا بيان جهاز الأمن الوطني، وقال فيه استنادا إلى أمر قبض وفق المادة 8 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية للأمن الوطني. الأمن الوطني يلقي على 2 من المتهمين في النجف الأشرف بعد ورود المعلومات المؤكدة والمرفقة مع مقطع فيديو عن قيام شخصين بالدعوة لتمجيد النظام البائد وحزب البعث الصدامي المحظور. طبعا العراقيون تحدثوا بأن هذا الأمر، هذه الصور المهوالين الذين تم اعتقالهم اليوم، تساءل العراقيون وقالوا بأنهم ألقوا هذا الشعر يعني غضبا لما وصل إليه الوضع في العراق وخاصة في مناطقهم حول موضوع المياه. تساءل العراقيون كم من المجرمين وكم من القتلة الذين يسرحون ويمرحون في العراق ولا يتم إلقاء القبض عليهم؟ أليس كان من المفترض إلقاء القبض على المجرمين الحقيقيين أم على من قال شعرا بسبب يعني غضب أو بسبب غضبه من ما يحدث في مناطقهم من شح المياه؟ طبعا نقرأ بعض تفاعل الجمهور العراقي حول اعتقال المهوالين. أمل قالت بيهم خير، خلي يوفرون المي والكهرباء، خلي يعينون هالشباب، خلي يحلون أزمة الفقر والجوع، خلي يسوون شيء ينذكر لهم ضايجين واعتقلوا ورجال ما قال إلا الحق، تقول أمل. أما أبو أيمن فعلق وقال قام اللي يعبر عن رأيه يعتقل، يقول خوش ديمقراطية. صاحب قال المهوال استخدم الديمقراطية التي أتت بها الطبقة السياسية. أما راهي القرعاوي فقال منظيم هالعالم كاتل هالجوع والمي شحة ماكو حتى ما يشرب، يقول الله ينتقم من كل ذيل تبعي. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال علي من بغداد. اهلا بك علي، تفضل. علي يا ريت تسمعنا من التليفون مباشره وتنص التلفزيون. هل تسمعني علي؟ علي نصينا التلفزيون ابو حسين. صار عيني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك استاذنا؟ يا هلا بك، حياك الله. مستمعين الكرام يا هلا بك، تفضل. بخصوص بخصوص المحاويل، استمر اخي علي، شنو الموضوع؟ اي اشكال ولا تمد الحكومه باي مشكله. نعم علي. شنو السبب انه تعتقلون ذول الناس الابرياء؟ السبب قوتهم، السبب خبزه عيالهم. ما لها داعي. تسمعني؟ اسمعك. فانا اشوف يعني هي ما لها داعي، انه انت دا تحارب الفقير، قطعت عليه المي، قطعت عليه الكهرباء، دعم مادي ماكو، دعم معنوي ماكو. ويريد يعبر عن رايه وبعدين تعتقله. العراق يعني اللي وين تريدون تجرون؟ نعم. يعني جريتوا الى الهاويه وما كفاكم. هو لما يمجد بالنظام السابق السبب بيكم لو سبب بالمواطن. نعم. انا متاكد 100% انه سبب هذا الاحتلال الفاشل، احنا نسميه احتلال، هذا ما نقدر نسميه حكومه. لان الحكومه المفروض يكون عينها على الشعب. نعم. عينها على المواطن، عينها على الرعيه. مو حكومه اللي تفرض الغرامات والاتاوات المبالغ الطائله، حطمت الزراعه، حطمت الصناعه، حطمت التجاره. الشعب انجر الى الهاويه، الشعب انجرى، الشعب انتهى، الشعب تأذى. قطع بالمنتوجات النفطيه، قطع بالزراعه، قطع بالصناعه، بكل مفاصل الحياه دمرته. الصحه تعبت، التعليم تعب، التربيه ما خلى مفصل من مفاصل الحياه للمواطن الا متنفس به. المواطن يريد يعيش، المواطن صاحب عار. نعم. كل شيء ما يريد. نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعم بالله. أنا أشكرك علي من بغداد كان معنا. معنا أبو سمية من الأنبار، مرحبا بك أبو سمية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. هؤلاء المتظاهرون ما خرجوا بطرا. نعم. وإنما خرجوا بسبب معاناة التي قد عانوها ربما لسنين طوال، ومنهم من تخرج ربما منذ عشر سنين ولم يتعين لحد الآن. وما خرج اعتباطا، إنما خرج وفق الدستور العراقي المطاطي الذي أجاز فيه التعبير عن الرأي بالمظاهرات السلمية التي لا شغب فيها ولا اعتداء على أي مواطن على أي ممتلكات. وهؤلاء خرجوا بدستوركم الذي كتبتموه بأنفسكم، ودستوركم قد أخذتموه من الدول الغربية لكي تثبت الديمقراطية في التعبير عن رأي. سمع هؤلاء الناس بكثير من الرؤساء في الدول الغربية وغيرها كجون ميجر في بريطانيا مثلا أنه قد رموه بالبيت الفاسد حتى انفقع على وجهه. فهؤلاء سمعوا بالديمقراطية، يريدون المساكين أن يطبقوا هذه الديمقراطية في هذا البلد الذي كذب عليهم السياسة. وللأسف يا سيدي الكريم، هؤلاء الذلة أسسوا دستورا وأسسوا حكومة مبنية على أساس أمريكي إيراني. نعم. فالأمريكي يدعو إلى الديمقراطية كما يقولون، والإيراني يدعو إلى القمع، قمع التظاهرات وحرية الرأي. فهنا أصبحوا في حيرة، فيبدو أن القمع الإيراني أطغى على حكومتنا ولا خير فيها إلا بإزاحتها نهائيا
من هذا البلد. وشكرا لبرنامجكم. نعم شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. نذهب إلى فقرة أنت ترى. هذه الفقرة وعبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه حولهم من أحداث على الساحة العراقية وإرسالها عبر خدمة أنت ترى لعرضها هنا في برنامج صوتكم. وصلنا مقطع مصور للقاءات مع مواطنين من محافظة بابل ينتقدون تردي الكهرباء وعدم وضع الحكومة للحلول المناسبة لها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الغبار التي تضرب العراق بين حين وآخر. ويعاني ملف الكهرباء من تردي كبير وقلة تجهيز مع كل صيف منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، رغم أنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 80 مليار دولار على هذا القطاع والتي ذهبت إلى جيوب الفاسدين بحسب تقارير حكومية وبرلمانية. دعونا نتابع ما قاله أهالي بابل حول الكهرباء. 16 17 سنة مليارات الدولارات انصرفت عليها، وهي شغلتها يعني قسما بذات الله ما يراد لها هالمليارات وهالمجهود. هسه اذا تريد تحسبها انت اصحاب المولدات واصحاب الطاقات واصحاب كلها، يعني بس لو تحسب بس الغاز اللي قاعد تصرفه الدوله على هالشغله هاي، هي كان مغذيتنا بالف طاقه بالعراق. والمبادره هاي كل الشعب العراقي يريدها ويرضى بها، وهي من زمان المفروض هي، ولو هي يعني صارت حلم عندنا، بان احنا اي واحد يجي يريد يحاكم له ويحاسب له اي وزير او مسؤول او فشي، صارت حلم عندنا واحد يحاسب. شنو 16 سنه؟ قبل 16 سنه من ذاك اليوم لهاليوم ولا شفنا الكهرباء. زين هذا وضعيتنا، بالشتاء نطنطم وبالصيف نقعد نحكي كهرباء وكهرباء وقضينا عمرنا. هاي الكهرباء من ذاك اليوم لهاليوم حراميه، ناس حكومه ما بيها حظ، فاسده، نهب سلب بوق عندهم، كل شيء عندهم، كل شيء ماكو. الله وكيلك من ذاك اليوم كهرباء صفر، ماكو حكومه صار بيها وزير الكهرباء حرامي او فاسد وجابوه علقوه امام المجتمع او قالوا له من اين لك هذا. ليش؟ لان محاصصه طائفيه، واحد لازم على الثاني. فساد مفاصل الدوله من اعلى مرتبه الى اقل مرتبه، فساد علني. بس احنا الكهرباء والصميم، الكهرباء تدخل بحياتنا اليوميه، عيشتنا على الكهرباء، حياتنا على الكهرباء، مصانعنا على الكهرباء. زين هسه المفارقه الحلوه، المصانع بالدوله ماكو واقفه، والدوائر اغلبها مداوم، كهرباءها وين راحت؟ أهلا بكم من جديد في برنامجكم صوتكم، معنا عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، يعني الكهرباء هذا الحديث الذي يتكرر دائما، يعني إلى متى؟ البارحة كان أكو زيارة لوزير الخارجية المصري والأردني والحديث عن ربط الكهرباء من هذه الدولتين مصر والأردن وتصديرها إلى العراق بعد 7 أشهر بحسب ما صرح وزير الخارجية الأردني. يعني أكثر من 80 مليار تم صرفها على قطاع الكهرباء خلال 19 سنة. معقولة هذه الأموال الكبيرة التي تكفي لبناء دول وليس فقط يعني تجهيز قطاع الكهرباء؟ لماذا الكهرباء هذه الأزمة تستمر على رؤوس الشعب العراقي؟ عبد الرزاق. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. دكتور عمر، ترى كل زين، اكثر قطاع حكومي صرف عليه اموال هو قطاع الكهرباء، مثل ما تفضلت اكثر من 80 مليار نعم صرفت على قطاع الكهرباء. طبعا هذا لغايه 2021 الاكثر من 80 مليار بحسب تصريح لرئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي العام الماضي 2021، يعني واليوم احنا بال22 هم ضيف لها فد كذا مليار. نعم تفضل. نعم دكتور، ضغط الكهرباء يعني اشوف انها يعني التعامل مع ويا شركة الكهرباء ان شاء الله يعني مدروسها ومهنها من قبل الاحتلال ومن قبل اعدائنا بالداخل وبالخارج. لا. لانه الكهرباء مو فد مشكله يا دكتور، يعني هواي من الدول اللي تفرع اتذكر السعوديه يعني انطت اقل سعر بالكهرباء للعراق واقل من سعر ايران، لكنه يا دكتور الكتاب ينقرا من عنوانه. احنا اللي تحكمنا الميليشيات وهذه الميليشيات ولاها لجارة الشر، فهذه يعني لو لا مصور لا الدول الخليج يعني لو يطلعوا لك ببلاش ما تقبل، لا الميليشيات تقبل ولا حتى الحكومه لا تاخذ عقب هذه العناوين مالتها بانه تدافع عن المواطن حتى الحكومه ما تصدقني يا دكتور ولا اهل غير العراق. والا تعالي يعني من ذاك اليوم لحد هذا اليوم الكهرباء مش يعني شلون مثل ما تقول مشكله اساسيه يعني ما يصير يعني والا الطوح العراقي الطوح كاد العراق هو يعني احنا نعرف كل زين وشوي خلينا نرجع بالذاكره بعد العدوان الثلاثين على العراق ودمرت كل البنى التحتيه في هذا البلد، لكنه الكفاءات العراقيه عادت الكفاءة عاد الكهرباء العراقية والكهرباء بدأت بالتصاعد بالتحسن، لكنه بعد بعد 2003 اجوا نفس الاحتلال اللي دمر البنى التحتية عاد رجع مرة أخرى دمر البنى التحتية اللي موجودة. نعم. يا دكتور يعني والله العلي العظيم يعني واحد ما يحزن ما أعرف شو يسوي. يعني حبيبة. احنا بلد الغاز بلد النفط ويطلع وزير الكهرباء قبل فترة ويقول احنا نحتاج للغاز الايراني لمدة 5 سنوات، يعني مثل هذا شو تحكي وياه وشو تقول له؟ يعني هذا الغاز العراق يخسر مليارات الدولارات شهريا بسبب يعني الغاز الذي يخرج مع النفط دون استغلال. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل. خلونا نروح على فقرة هاشتاج أعزائي المشاهدين. يعني أطلق عراقيون على تويتر واسم وزارة الصحة المريضة كما قالوا بسبب الواقع الصحي المزري الذي تعاني منه المستشفيات العراقية وعلى رأسها الحكومية والتي تعاني من قلة الأدوية، حيث يعاني مرضى السرطان من انعدام الأدوية في المستشفيات الحكومية. ومنهم من غرد وقال تحت هذا الوسم كهاجر أحمد، قال تخيل عزيزي المواطن مستشفى حكومي لا يتوفر فيها أو فيه سرنجة، إلى أين وصل القطاع الصحي في ظل وزارة الفساد؟ سرى الأعظمي تقول وزارة الصحة تحتاج إلى علاج كيماوي لإزالة الفساد المستشري فيها. نور الهدى تقول الطوارئ فقط براسيتول، وش كم علاج بعد زين؟ حالة المريض تتطلب أكثر من علاج وجهاز، هاي شلون راح تدبر؟ كيان يقول أقسم بالله العظيم قبل ذاك اليوم عندي مريض، رحت للمستشفى كتب لي علاج الأخصائي، قلت له هذا العلاج من داخل المستشفى أجيبه؟ قال لي منو قال لك؟ أكو علاج عندنا. قلت له لو تفتحون إنشائية مو أحسن لكم؟ وزارة الصحة المريضة كما أطلق عليها العراقيون. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.